بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء المولى وبتوفيقه وحنكب الله بأن آيات لباطن هي أفر إلى آيات صدن يصدح سورة النساء وجزكي شنات والمحسنات والمحسنات وحيكو عطفان تهل حرمت والحرام يلي عليكم دشين أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وسيدة أوكله والمحسنات قبلها رجلنا والذين كحرام يلي أونن قبوا ومن النساء دمرها إلا ما ملكت وحي بالكذب أيمانكم وقبل الدون قبلها لسوق فاشي يبغى نلة مكي الله بصدي يلي سقو سنكرا كتاب الله إلهي كتاب كيسي ويعلكم دوشي إنه يكو واجبني ومسر فعلك ماشي الدقان وكتب الله ذلك كتابا وي marka ficilkii baa la gooyay faa'ilkii baa la soo reebay masjidkii baa meesha laga keenay kitaabullaahi ilaahi waad ku si way calaykum idinku waajibiyay wa uhilla lakum wal idin halaleeyi ma waraa dalikum waxa wixii ka dambeeyay oo ka soo haray dhowr iyo tobankii la soo sheegay antabtaquu inaad ku dalabtaan oo ku guursataan wa maalikum xoolihiina muhsiniina idinku mahsanaya غير مصافحين كوزين ليس غير كذا الله وبليه قبله الحرام يلي وعكم إذا قبلا نلله محسنات لو قرب على شيء جيو محسنات وقبله نكلا هاي محسنات وقبله عفيفة هاي محسنات وقبله حرصة هاي أنت سالين هو كين ماش بدو بنا سيدا دانو تحرعنا إحسان كنا سلام ووح لب يلح كريوي والمحصنات والحرام يحرمت عليكم أمهاتكم قبله لقبي محسنان ننك قبلها ومن النساء الدمركة قبل ننله وحرام إلا قرسده إلا ما ملكت إيمانكم مدكتين وحيها نطيب وقبل الله سوق فاشي أمويان كتاب الله إلهي واجب كيسيوي عليكم يجوك واجبين قبلها الله سوق فاشي يقول ننله بأن لقرسن لكن وإن لهم صدقها الحيضة أي هلان وحل لكم والدين حلاليين ما وراء ذلكم وحا وحي كسوهر انت الله شاقي وحي كسوهر والحلاليين أن تبتقوا بأن تبتقوا هنا تخد لبطان قبلها قول كودة بأموالكم حوليهين محسنين إذنكم مهرسن قبلها مهرسن يولك حسن غير مصافحين وكسن يسقير كودة ما وراء ذلكم هذا وحي الوحال غيابها kabad xabiibada ah ninka hooyadeed qaba wiilka uu dhalay kabad kala dhashay uu guursan kara wax dheer ma leh wiilka ninka hooyadeed qaba uu dhalay islaam kala dhashay uu guursan kara ma wara adaalkana de kamay tahay allah wuxuu leeyahay fa mustamtaatum yarad baad bixinay shaaro oo gaamwaalku baad ku dalbaysan gabdhii xoolihiina aad ku dalbaysan meherka kowka marka ay siisan oo isku sataan وهي قرابة الله سين لها وقوني وين فما استمتعتم وهي آت كفرة حي ستان به ماذا أو ضمرك يعني اسمه الستان ومنهن ضمرك كاملة فآتوهن سيئة وجورهن أجل قدسية مهر قدسية فريضة حال واجب يعني قبلها اسمه الستان استمتعتم بدبع سيكا الكفة سيريهم نكاح وحالة إلى نكاح مطحة وإسلام كوقت يسير بنانا saxaabada markay duulayaan deha gabadha isaga baahanaya gabad buule heshiin ninkii wuxuu kula heshiin intaas san bil inuu qabo san iyo toban weyn inuu qabo lacag taana u siiyo waa mutaaliira markay tabo ay kala tagayaan wax dhiba male bariga hore waa la nasaxay waa la soo celiyay waa la nasaxay marka shiicada hadda ku dhaqanta sida shiicada ku dhaqanta mutaada marka fahmistan taacto mutaadi ma aha gabadha aad mahirsateen isku raaxaysateen way kitaab aan hayo nin shiici ah oo tawba keenay oo qoray oo lillahi wal taariikh layda waxa ka akhriyay nin gabadhii u dhalay kama tacaystay gabadh buu kama tacaystay gabadh bay dhashay gabadhii shanay soo bixiyay hadana kama tacaystay gabadha lafteed marka shiicadu waa sida mutacadan hadda aan sheegayno waa gabadhii aad mahirsatay way fama samtaatum waxaad ku raaxaysatay bihi maada ومنهن دمر كاكميدو اسمه هرستين
فأتوهن سي أجورهن أجل قوضة سي مهرك قوضة فريضة الحال واجبها ولا جناها عليكم دنب دشي نماها فيما تراضيتم وحد سجح هذا النقطان به ماذا من بعد الفريضة انتي لا فرض يلي امهرك لما قعاد كدي كبدي انكو وحي سغر قال النقطه واحده بمال هذو نينكو او كرديو دب مال هداي غبدو كديسنا دب مال او واخ كريدو بل هداي قال سغر النقطه ولا جناح عليكم دم دشي نماها فيما شي تراضيتم قد سغر قال النقطه به شيء او نينكو انو وحو كرديا اما غبدو واخ دنتا من بعد الفريضه واجب ككدي بركا سلا غرتان دي ان لا واجبيا سلا غرتان waajib ka kadi waxa weeye shayga marka la waajibiyo oo lagu dhawaaqo oo la isla magacaabo oo farad uu noqdo wixii aad isku heshiisaan waa idin ka dhaxdeen inna allaha la kaana u xawaada aleemaki wax walba oo xakiiman oo falsan ilaahi xigmadiisa iyo cilmigiisa cilmiga inoogu soo bandhigay oo quraanka inoogu soo dhisiye waman lam yasadiq qofkan awoodin oo minkum idinka idin kamida dawlan hodantinimo waasacnimo aan awoodin أن يكح إلو قوشد المحسنات قبلها حرطة المؤمنات المؤمنات فليتزوجها كقوشد مما كي ملكت أيمانكم مدكتين أيهانتين ومن فتياكتكم قبلهن أضومها المؤمنات المؤمنات ألا وحليها نكي أودي وايا أيد محسنات كيور وقبلها لقبين لدي محسنات كانونا وقبلها دوصان حرطة أودي ومن لم يسد يقف كان أودي oo minkum idinka idin kamida dawlan waa saacnimo ama hodantinimo ay ka ah inuu guursado almuhsanaati gabdhaha horta almu'minaati oo mu'minaatka famimma kuwi bu ka guursan malakada imilkada eemaanukum midkiin oo min fatiyaatikum gabdhihina adoomaha almu'minaati oo mu'minaatka gabadh adoonho mu'mina mu'minada yuu ka guursan oo nin leeyahay ilaa hadduu isagu leeyahay milki yamiin bay noqon lahayn وهدوء في لبش هدبا إلى هذا ولبده وينو إما دونا والله مدي وكاه وروين ونروح كوكو سدهيني من وين يزنك بقوي والله إلهي بعلمه بإيمانكم إيمانك إن الله مرك للي يا جبر مؤمن هذا كور سده إيمانك ألا أقوح قلبك ظاهر كثرة عسام بكرة جنتها ظاهر كوينة مؤمنة هاي أما حرها هات أما أدونها هات ظاهر كوينة مؤمنة هاي وهو قصون الله بأقوي والله ألا أعلمك بإيمانكم إيمانكين بعضكم قاكين من بعض قارك كلوكا هذا وقبلان أدوامها مشكلة بألا كلانتين مشكلة على شو باتين ما يسكرتان وين بني آدم بأسلتهم والله إلهي بأعلمك بإيمانكم بعضكم قاكين من بعض قارك كلوكا هذا إسكو أبتر باتهم مركا ما يسايسان هذا قبلها قرستان سيدي بني آدم نمو لنقا فانكعوهن قبلها قرستان بإذن أهلهن ضدك له أهل كودا إذن كودا قرستان سيدك هيدين قوليو فركعونا قبلها قرسنا بإذن أهلهن إهل كود إذن كيسكو قرسنا وآتوهن قبلها سيئة أجورهن أجل قود السيئة بالمعروف سفي عنه عادية وإذا محبك أهلهن أصيئة محسنات حالي قبلها سيئة كل ورده وصونا عصيفات خير مصافحات كوني زينة إنسان غير كود أيهن زينة ببل أول ولا متخذات أخداني صاحبك وصم إنسان غير كود أيهن قبلها أدبوسان إنسان أضامها وإن عفيفاتهن وقبلها دوصان أردق ونكسينهن والزانيين أينه الزنا ببلع أما صاحب قارة أين الله يوين قبلها الكرستان ما شو حين أمه أجرق قبلها أضامتها يدوى الله سين المام شافع وحوليها قبلها أضامه وحملك الكران الشيء تودا قادا لكن علم ذلك لو حيليهن يضع قادا يضع الله قادا والله قادا الله ساسان حب ذا واتوهن قبلها سيئة أجورهن مهل كوضة سيئة بالمعروف سيئة عادية وإذا أغنى خصامن السيئة بالمعروف محسنات حاليه قبلها عفيفات قبلها أدومها غير مصافحات كوزن السي غير كوض أيهن السنب ببلع ولا متخذات أخدان صاحب كوسم السي غير كوض أيهن صاحب وصال الله فإذا أحسننا مركي قول سيئة قبلها سي ونين لو مهيريو في لتين هدي لي ما دام بفاحشة حمان يزينه فعليهن الدش وضوحها نصف ما شيء كلبتك على المحسنات قبلها حرصة الدش ومن العداد العقاب قبله مركي قوشدان أضومها مركي زينيستان قبلها حرصة وحي لغولها
kala bad baa la siinaya ciqaabti marka waad garanaysaa rajimigu ma kala bado waa gabdhaha bikaarada awad rajimigu ila kala bado maayo qaybna la rajimnaa qaybna noolaan mays marka gabadhi 100 sheedal haday ahayd horta ahayd gabadhana konton baa lagu dhufanayaa way waa gabadhu markay siinaysaa ee adoontii faa'ida u siinna markay guursada ficilka waa min ahsaa min ahsana weeyo waxa weeye mucaddu u egay laakiin waa sida aynu inagu sheegnay faida ahsanna la qiraa sheegaysa ahsanna faida uhsinna markay guursada gabdhaas oo la meheriyo faida tayna haday la yimaadin faahishati zino faaleena dushooda waxaa ciqaab ahaan nisfu ma shay kale badki ala muxsanaati gabdhaha horta dushooda oo milad cadaabi cadaab muxsanaadka aynu xor ku sheegnay iyo tayna cafiifad ku sheegnay yatiim heer aynu ku sheegnay kala baro waa sida aanu kala sheegay dalika ciqaabtaasi dalika guurka gabadha adoonka la guursanayo liman bay u banaantay khashiya ka baqay alcanata zino oo min kubidinkeed kamid adkaysan kari waay way tasbiru inaad sabartaan oo naftiina la dagaalsaan yaa khayru lakum idin khayr badan maxaa yeel caruurtiina adooma idinka noqon caruurtaada gabadha adoonta aad guursatay yaa adooma ka noqon adoo iska adkaysta oo allahaaga iska barya yaa ku dhaanta wallahu allah ghafuru ka dhaafu rahimul haris gabdhaha iyo guurka isaga laba shar dib u leeyahay ninku markuu adoon guursan inaanu waxba haysan zinana ka baqawayn mar hadduuna zina ka baqayn waxba yaanu guursan ka zinada ka baqi laftiisa waxaa loo baahan yahay intuu naftiisa la jihaado inuu isceliyo maxaa yeelay caruurta adoon bay ka noqonayaan adoon bay ka noqon caruurta dalika adoon guursigu liman buu sugnaaday khashiyal canata zina ka baqaya oo minkum idinka idinka mid ah waan tasbiru inaad sabirtaan oo adkaysataan oo iscelcelisaan yaa khayru lakum idin khayr badan wallaahu allana ghafuru ka dhaafo wey raxiimun oo naxariista waxaa la og yahay dadka daacaysta inay naftooda ka adag yihiin ee nabigu waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii guursan kara ha guursado qofkii kale ha soomo soonku dhufaayuu soonku u yahay uu daciif markaana cilmu nafsiga dadka yaqaana waxay dhihiin markii la soomo himadu wayba kacday waa sidee himadu marka hore kiciyey marka dambe way dami way yuriidullaahu alla wuxuu doonaya liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo axkaamtii xalaashii iyo xaaraamtii inuu idiin kala caddeeyo alla rabaa intaasoo cilmi wax leh noogu sheegay xalaashii iyo xaaraamtii inuu inoo kala caddeeyo alla rabaa ويهديكم إذن كهانون يو سنن الذين كوي ودوين كود من قبلكم إذن كهر ريي ويتوب وكاء التوبة أقبل عليكم تشينا والله ألا نعليمك هو حكيم وفرسا الله وفر ربا مركو شعوي وحيق النبي الله محمد إنه قد يبين إنه إنو عدى حلاشي حرام وهو ألا دون يدك هوري أدقك ونأتنا إنه نكد ينو الله ربا سبحانه وتعالى إنه إنه توبة أقبلوا ربا مركو شرعي كل غنو wixii dambi ah inaga dhaca Allah wuu inaga tooba aqbali markaan ka tooba keen yuriidullaahu Allah wuxuu rabaa liyubayina lakum inuu idin cadeeyo xalaashii iyo xaaraamta iyo sharciga wayahdiyakum idin hanooniyo sunanal ladiin kuu wadadooda min qablikum hursiinaha sunnad dhaqadkii wanaagsana way wayatuubu calaykum idin ka tooba aqbala subxaanahu wa ta'aala haddaad sharciga ku dhaqantaan ilaahay toobadu ku waafajinay والله الله عليمك أقوي حكيم أفضل والله الله سبحانه وتعالى يريد وحو الربا أن يتوب عليكم إن إذن كتوب أقبل وتوبة إذن وافقيه ويريد الذين كوين وحي ربا يتبعون شهوات شهوات فاعي أن تميلوا إنا إلى تان وحقك إلى تان ميلا إلى شعديما أوي يا ربا ذاتك ساقدين تاهي يقول كلنا النقطة ربا نكا قاتعنا inaad qaad kala cuntu raba ninka fadhiga fadhi ku dir ka fadhiista inaad fakudhi la fadhiisa tu raba ninka waxanta inaad wax la xana tu raba ugu kula soo qaadi isaga kula soo gali marka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ina la raba khayr kuwa shaawadooda raaciin qiimaha hayna saaqidinta iska ilaali dibbay kula raba wallahu alla yuridu wuxuu raba an yatuuba calaykum inuu idinka tooba aqbalo oo idin waafajiyo macnaha ilaahay tooba aqbalkiisu waa waafajin ويريد الذين كوين وحيث بأيات تبعون الشهوات
وحيابه حيسيان راعي أن تميلوا إناد إيلتان ميلا إيلش عليما وينو أضحقك إيلتان يريد الله ألا وفدوني أن يخفف عنكم إن إذن كفضوا دائيو وشوح شرعه لنقو واجبيين الله هو إلا وفر سمييو وهو يهدين من كواعد كاتهم ماشي كالان أقبح الهي يؤلاء كسيني إلا وفده سبحانه وتعالى وحين النفط كرين لإنكم واجبين يريد الله ألا وفدوني أن يخفف إنو فضو دائيو عنكم حدين أوامر في النواهدة هي شرع قال إذن هو واجبين الله وإذن فضل الوحيد كرين مرضنا بي الله إذن هو واجبين ماي وقل قال إنسان دتقوا الله أبوري ضعيفا حاله تبردلين دتقوا حق النيادة وكتئي قصتك وكتبردلين حق جسدك وحيا ببقى لكو تبردلين هيا تنا سلا درت يدو الله إنه غفظ ديوي إلهي أمر كي النهي شرع وحيد إنه غفظ ديوي تبردلين حق قلبك روح إياد وكل يجب كرا كل يتشب كرا والبهار باقصة وبير كرا سلاسة وكرا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيه لا تأكلوا عوننا أموالكم حولهن بينكم بالبادل حيالات بادلة ما يسوى حيالات بادلة وردن ما حيالات حقوق لعوننا بالمثل وحوية أماهد إنت أتكا أماهدو إنت بحساء ذكربين وحوية إيبك عن أصحين وحيابة حيالات كالدول والروحة عوليسة أدخل عمتان إسكاء إلالية بلا أن تكون إني تهي مويانة تجارة قناعسي عن ترادم وفعالي حقيا منكم إذنك حقيا نكاس وحي قناعسي إرغالي كوكا إبسادة أو كوكا لعنى لكن حيالات إسكاء عنى نحوله بالمثل وحاكم إذا هدور روحكو إلى هو وحن إنت أتكبع يعدوكو إلى هو الددم هو الددم الوكو إلى وحكوسي إلى الددم سمرك إنت الددم سوه هذا دعوة لسون كيف سن والقول لي يا أنت يا ليه ده درس والقول لي ده كيف ستواصح ولا مرك حيالة علينا فوق العنين يا أيها الذين آمنوا مؤمنين لا تأكلوا عنين أموالكم عليهن بينكم بحدين بالبادل حيالة بلاش هكوك العنين إلا أن تكون هنا يتهم وياه تجارة جناسي وعن تراد تراد حقيقات منكم يتكلمين أو تراد إسقاطهم ولا تقتلوا أنفسكم نفتين هلايننا معصيه يدبعتها وأنا فتادي ودي شيء ما كان حقه كله حتى المعصيه حق يدي يكتب وأنا فتادي كوكسيس عمر بن العاص لكي السحابي قاية عقل قبضنا ينبغوا ميل قدري وعلبوا قدري ما كان هبين قبوك انتو جنابه دي قوتها يممي يوتكي السحابة ما كان النبي يمدو ريال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ومأذو جنازة قبا يادتك تكسبه يا رسول الله إلا الإنسان كي يابا يو آيات الله الفسيس تقول ولا تقتلوا أنفسكم وقصل النبو بك ولا تقتلوا أنفسكم ما يلبى نبي كساي نفتي إن الدنب يهلاكها قالنين نفتي إن وحيد ما شاء الصباب أو حق دراءها قالنين وإسلام بدون إن الله ألا كان وفوق هذا بكم إذنك رحيما كي أنحارس بكم ترحيما تكوت على لغة إلهي الحمد يسوى حكم إذا شرعك يا نظامك يا دقوناك ينسو الدجي هذا لو ينقفض دي إن الله اللي كانوا هذا رحيما بكم في دين حريصة ومن يفعل قفكي سمية ذلك حيالتا وبعد الكحولها كعنا يبدوانا والله يتن يحجدك يو ظلما ظلم فسوف نسليه وانقلين دونا نار النار بانقلين دونا وكانوا هذا ذلك كاس نار قليل تاسي على الله ألا يسير أنت أفضل معنى وح قيمة ملوان إلهي إنه نار قليل يقفك الظالمة الله يفضل ضحي معنى قيمة دون الله وي وعن قلت إحدى اليمن ومن يفعل قفك السماء ذلك الظلم هي عدوانك عندما تدع قفك السماء ذلك قفك يعني مع سيادة السماء هي حوله أباد الكعنة عدوانا عليتا وددك هي حكمة عليها هي علمك هي ظلما ظلم كردره فسوف نسليه وانقلين دونا نار النار وكان ذلك أرنت عثينا وحياتي على الله ألا دوشي سيصير أنت كفض الله عليه مسألة عجيبة إن تجتنبوا هذا كرد إراتان كبائر ما تنهون عنه وحي الإذن كنه وحي سواوين هذا كرد إراتان نكفروا ونكفار قد عنكم حق نسيئاتكم وحماتين وندخلكم وحانوا إذن قلين مدخل المكان وقال كريما ورأسان الجنة ومسألة آدو في عنه
dambiga waaweyn hadaa iska ilaaliso dambiga yaryar Allahu ka dhaaf subhanahu wa ta'ala da dambiga weyn iska ilaaliso dambiga waaweyna todoba nabiga uu noo sheegay todoba as-sab'ul mubiqat Abdullah ibn Abbas baa leeyahay todoba miya dambiga weyn wuxuu yahay aqram ila 70 buu todoba tabay uga dhawdahay buu isku soo ururiyo dunuubta waaweyn ee kabaa'irta marka ka dheeraad Allah subhanahu wa ta'ala dambiga yaryar ibaadadu kaaga dhaafi salaadan marka tukato salaadan iyo salaadii hore intii u dhaxaysay wixii dambi ay yare ka dhacay uu dhamaaday kaas marka aad weysiisato biyaha wajiga marka aad mariso wixii dambi ahaay indhaha inta ku kasbatay uu daato gacmaha sidoo kale lugaha sidoo kale marka masalada hadaynu aad ugu dhaqano Abdullah ibn Mas'ud baa ila korka kama wada hayay toddoba suurad toddoba aayadood oo qiimo leh aan aad u xiseeyaabo tan kamida intuna waxay ku wada jiraan inta badan suuradu nisaab ay ku jiraan marka waa wax aad loo xiseeyo aad u wanaagsan way marka dambiga yar iska ilaali hadhin daacada lagaaga dhaafiyo iska ilaali Allah wuxuu leeyahay inta janibo hadaad ka dheerataan kabaa'ira ma sheekiisa waa weyn tun hawla liidin kan hayi aan hagiisa nukafiru waan tirtirayna ankum xaggi nasiyaatiku xumaantiisi wa nudkilkum waxaanu idin gelin mudkhalan makaano gelin kariimana wanaagsan oo jannada walaa tatamannow ha tamaniina tamanigu marka af soomaali loo bedelo waa wax mustaqbalka oo qalbiga aad ka doonaysa wey tamani wax mustaqbalka oo qalbiga ka doonaysa wey walaa tatamannow ha tamaniina ma fadala allahu alla wuxuu ku fadilay bihi maaga bacdakum qaakin calaa bacdi qaarka kale uu kaga fadilay ilaahay qofka kale wuxuu siiyey ha tamaniin oo ilaah wuxuu siiyaa ku siiya hadhin sidaa hadhin adiguba alla bari alla waad siman tihiin marka aayadan waxay ku timid gabadhii umu salama ahayd mar horena waynu soo martay yaa tiri yaa rasuulallah ragu wuu duulaa anagu ma duulna inaan shahiid noqonnana waa jecelahay dhaxalkiina waa nalaga barsaday bay tiri markaasaa ilaahay baa taa siiyey adigu ilaahaaga bari oo alla ku xidhno taa qofka alla siiyey waaba sii dhowna waxaa sid mooda la diidan yahay walaa tatamannow ha tamaniina oo qalbiga ha ka doonina maa fadala allaahu alla wuxuu fadilay bihi shayga bacdakum qaakin calaa bacdin oo ragga wuxuu siiyey gabdhahu ha usan qaltaadina lirijaali ragga waxaa usugnaaday nasiibun sad ama qayb mimaktasu waxay shaqaysteen oo raggu camalkii ay shaqaysteen way helayaan weli nisaai gabdhahana waxaa usugnaaday nasiibun sad baa usugnaaday mimaktasabna waxay shaqaysteen qof waliba wuxuu shaqaystuu leeyahay waxba ruuxa kale tiisa un qaltaadi qibda wax la yidhaahdaa jira qibda af soomaaliga kama shaa la yidhaah xasadku waxa weeye qofka wuxuu haysto inuu ka juulo oo jeclaato waa xasad qibdadu waa kama shaa ilaah qofkaasoo kale yaa kaa dhiga taa nabigu wuu amaano wuxuu yidhi wax la kanta waxaa kamid ah ruux ilaahay xoola siiyey oo bixiyo xaq ku bixiyey iyo ruux ilaahay cilmi siiyey oo dadka u sheegay waxyaaba la isku kantay kama shaa dhib male xasadna marmar kama lagu tilmaamaa lirijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiib sad mimaktasabu waxay shaqaysteen camalkii ay la yimaadeen khayraadkiisa iyagaa leh sharkiisana iyagaa leh hadday camal la yimaadeen weli nisaai gabdhahana nasiib sad baa u sugnaaday mimaktasabna waxay shaqaysteen was'alullah alla bariya min fadlihi rizqigiisa iyo nicmadiisa bariya ha u hanqaltaagina ciddaa kale inna allaha alla kaanu wuxuu ahaaday bikulli shayin shayin laadka kulli caliimun kiyo qalbiga aad ku haysay ruuxaasoo kale yaa kaa dhiga ama yaa waxaa ku siiya allah baa ku iga alla bari intaas ruuxa kale wixii alla siiyey u hanqaltaagi lahayd adiguba allah waa kii ku abuurtay bari waay baryada markaad alla baryayso ood alla caabudayso cid kale hawsay mar alla markaad caabudayso ood alla baryayso cid kale haw mar laakiin allah markaad baryayso ruux kale ha ii bari hadhiina waan ku daba faylayo kana ii shafaac qaadi hadhiin oo kana bariye ilaahay awoogayow hadhiin iska ilaalisaa allah wuxuu leeyahay was'alullaha alla bariya min fadlihi fadligiisa bariya ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shayin laadka kulliga caliima kiyo walikullin jacalna walikullin dadkoo dhan kullida markaan la idaafayna waa caam walikullin dhammaan dadku jacalna waxaan u yeelay mawaaliya qaraabo oo dhaxasha mimaa kii tarakal waalidaan abii hooyo ka tageen iyo walaqrabuuna qaraabadii aayadan waxay nasaqays madiine markii la tagay yuu nabiyulaahi maxamed saxaabada
يولى عليه مهاجرين تي أنصار تبوا ولا عليه وسلاح لشيء لأن من قفك مهاجر تي قفك أنصار سلاح لشيء أنصار سلاح مهاجر قرابته ودم له لشيء أيضا سيشوتين وضطه وحيله ينبالين نقول بقرابته حسولي هاي هاي سلاحات ولكل كل أركض على وحنوس مين مواجه قرابه هم ما في كملة أي دحلان بس الدحل بكتيرة كواسويا لسون الدحل يا مما كي ترك الوالدان أبي هو يكتغان يولا غربونا والذين كوا حقدت أي قنود أيمانكم دارسين وإذا ستعفتين فأتوهم سيئا نصيبهم نصيب قضا سيئا مالك علمان غاربا كوفا سيئا يقولون الدحالك قيب تيكولها يا سيئا مالك سالوا كوفا سيئا ووقت جي هوري وقت جي دمب أنين حلفيا وفالله مؤمن لم ينحول حلفك حلفك أستا وجاهل جي سيئا هذا لوو سيئا لكن حلف عصب على سمين كريم والذين كوا عقدت أي جنودي الصاحب لي إذا كوا صاحب إيمانك بدارسين فأتوم سيا نصيبهم مركز تفسير كهديلا تفسير ككلام سعدي وحياتهم نصيبهم وحي يعني إحسانه الإسكول الذي سيا وين الحلق وحكم عليه وحي إحسان سيا إن الله إلى نصيب بقوليهم نادو إحسان فشواد ذات وذاك من ستين وإشلاف ستين نصيب بقوليهم إن الله إلى كان وهو هذا على كل شيء شيء لك كله شهيدك أوج أو وحول بالله وأوج يعني عليه وحول بأوجا يا شرعي أنا نصهر بقى شرعي يا شرعي أنا هنا حتى نطمع ذه هذه كرة عشان تاعي والله سبحانه وتعالى.